مشاهدينا تفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي. أهلا بك دكتور طارق. دكتور طارق، يعني كيف تقرأ حتى الآن مجريات يعني العملية الانتخابية في المرحلة الأولى؟ أهلا وسهلا بحضرتك. بالتأكيد طبعا الانتخابات النيابية التي بدأت يعني في الخارج وخلال الأيام المقبلة ستكون طبعا في الداخل، مرتبطة حضرتك بمناخ سياسي جديد يتشكل في مصر بعد إجراء الانتخابات مجلس الشيوخ وإجراء التعديلات الدستورية. اليوم طبعا الاستعدادات متعلقة بالغرفة الأولى مجلس النواب، وهو المجلس المخول له حق التشريع الأصيل. هناك استبشار بأجواء العملية الانتخابية في ظل قانون جديد الدوائر الانتخابية. ربما كان القانون يعني سمح باتساع الدوائر، لكن بطبيعة الحال هناك حرص من المشرع وفق لهذا القانون أن يكون هناك تأكيد لفكرة الحزبية وعدم أن يكون مجلس النواب المقبل في مصر مجلس مستقلين، وبالتالي أعتقد في فرصة جيدة للمرشحين لتحقيق نتائج جيدة في ظل طبعا مراقبة ومتابعة من الهيئة العليا للانتخابات اللي قدمت تسهيلات حضرتك كثيرة للمصريين في الخارج وأيضا على مستوى الداخل، وفي إجراءات أمنية يعني كبيرة ستقوم قوات الجيش ووحدات من الشرطة المتخصصة بتأمين العملية الانتخابية اللي بتجرى تحت إشراف قضائي كامل حضرتك. أعتقد أن هناك استبشار جيد. موضوع القوائم المغلقة بالإضافة للنظام الخاص بالمقاعد الفردية سيسمح بدخول عديد من الشرائح المجتمعية اللي نجحت خلال الفترة الأخيرة في تأكيد مكانتها. أعتقد المعنى في هذا هو المرأة، الشباب ذو الاحتياجات الخاصة، أيضا بالإضافة إلى العناصر الممثلين للمصريين في الخارج. في كل الأحوال أعتقد أن مجلس النواب المقبل سيكون مجلس جيد بيضم كل هذه القوى والعناصر السياسية ومشاركة كبيرة من كافة الأحزاب السياسية، لأن هناك بطبيعة الحال حرص من الدولة المصرية على أن تفسح المجال أمام مشاركة مختلف القوى السياسية والأحزاب السياسية المصرية وتأكيد وتنمية فكرة الحزبية في مصر وليس ظاهرة المستقلين مثل ما كان مجلس النواب السابق. تفضل. نعم دكتور طارق، يعني بخصوص ربما من المبكر أن نتحدث عن الإقبال على مثل هذه الانتخابات، لكن في مرحلته الأولى يعني ما المتوقع؟ هل سيكون هناك إقبال نظرا للظروف التي تمر بها مصر من ضائق يعني بخصوص ظروف جائحة كورونا وما إلى ذلك؟ هو بالتأكيد طبعا إشارة حضرتك الكريمة بالفعل سيكون هناك تأثير على نسبة المشاركة السياسية، لكن قياسا بما جرى في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت منذ عدة أسابيع قليلة أعتقد الأمر مختلف. يعني سيكون هناك نسبة مشاركة وهناك كتل تصويتية كبيرة ستحتم العملية الانتخابية. المصريين يعرفون ظاهرة العزوف الانتخابي أحيانا في مراحل معينة، لكن أعتقد انتخابات مجلس النواب الحالية ستكون مختلفة تماما. هناك استعدادات كثيرة، هناك تحركات من قبل المرشحين، هناك وجوه كثيرة تنزل هذه الانتخابات برؤية مختلفة، لكن سيبقى الهاجس من نسب المشاركة ظاهرة العزوف الانتخابي، الأجزاء المرتبطة بالأصوات المرتبكة وحدوث نوع من التردد الانتخابي. هذه أمور متعلقة بالعملية السياسية المصرية والتي لا يمكن لأحد التدخل فيها بهذه الصورة، لكن أعتقد هذه الانتخابات لن تشهد ظاهرة السلبية السياسية. هناك حرص من المواطنين على المشاركة. طبعا مجلس انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة تماما حضرتك عن انتخابات مجلس النواب، لأنه بطبيعة الحال صلاحيات مجلس النواب حضرتك الأكبر والأهم وهي التي ستقرر مصير المصريين في الخمس سنوات المقبلة. أعتقد مهم جدا أنه تكون في مشاركة، الإعلام الوطني المسؤول بيوجه في هذا الإطار، وأعتقد إن شاء الله ستكون الأمور جيدة وإن شاء الله يعني تكون يعني أفضل الوجوه في مجلس النواب القادم، خصوصا مع حالة الاستقرار السياسي والأمني في مصر في هذا التوقيت. نعم دكتور. إذن أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، شكرا جزيلا لك.